اهلا بيكم طلبه ثالثه ثانوي. هنكمل مع بعض النهارده درس من دروس الديناميكا، وهنكمل تطبيقات قانون نيوتن الثاني. اخر تطبيق في تطبيقات قانون نيوتن الثاني اللي هو حركه جسمين احدهما مربوطين بخيط، يعني يمر على بكره ملساء احدهما على مستوى مائل والاخر يتدلى رأسيا. هنا زي ما احنا شايفين الشكل اللي قدامنا، لو شفت كده المنظر هيكون في عندك مستوى مائل يميل على الافقي بزاويه اهي، وفي جسم موضوع على المستوى المائل مربوط بخيط، والخيط يمر على بكرة ملساء يتدلى من الخيط في الطرف الآخر من الخيط جسم آخر كاف واحد، وده كاف اتنين اللي هو على المستوى. لو درسنا القوة اللي بتأثر في كل كتلة لوحدها كاف واحد، طبعا كاف واحد هنا بيأثر فيها وزنها الأسفل اللي هو كاف واحد دال، وقوة الشد الأعلى اللي هي شين. كاف اتنين هيأثر فيها شين برضو اللي هو نفس الشد زي ما قلنا قبل كده في طرفي البكرة متساوي، وهنا مركبة الوزن على المستوى المائل اللي هي كاف اتنين دال جاهه، لأن الوزن الأسفل كاف دال كاف اتنين دال، لما هنوزعه هيتحلل لمركبتين كاف اتنين دال جتا ه اللي هي صاد رد الفعل العمودي، والتانية على المستوى المائل كاف اتنين دال جا ه اللي هي جا الزاوية ه اللي هي بتساوي الزاوية اللي بين كاف اتنين دال جتا وكاف اتنين دال زي ما قدمنا في الرسم. هنا المجموعة لو تركت للحركة وكان مثلا الاتجاه فيه تتحرك الكتلة اللي على المستوى الأعلى والكتلة الرأسية تتحرك لأسفل، ساعتها هيكون في عندي معادلات حركة. معادلات الحركة هنا لكل جسم معادلة حركة لوحده. تعالوا نشوف مع بعض كده معادلات الحركة عندنا زي ما احنا كاتبين كده، اللي هو كاف واحد ده كاف واحد جيم بيساوي كاف واحد د لأنها الأسفل ناقص ش لأنها الأعلى، وإحنا قلنا إن اتجاه الحركة دلوقتي هيكون فين؟ هيكون ده اتجاهه الأسفل ودوت اتجاهه صاعد على المستوى. طيب في الحالة ديت هيكون المعادلتين معادلة الرأسي كاف واحد ج بتساوي كاف واحد د ناقص ش، كاف اتنين ج لأن هي هتساوي بقى ش لأن ش هي في اتجاه الحركة ناقص كاف اتنين د ج ه، وكده إحنا بنتحرك على مستوى أملس. هنا ليه؟ لأن مفيش عندي معامل احتكاك قدام. المسافة الرأسية بين الكتلتين هنا حاجة مهمة جدا جدا، طبعا هنا الكتلة دي بتتحرك لأسفل، الكتلة دي بتتحرك على المستوى الأعلى. في الحالة ديت لو كتلة وصلت الكتلة مثلا الأولى هنا والكتلة الثانية وصلت لتحت كده، فأنا عايز المسافة الرأسية بينهم، يعني المسافة اللي ما بين الخطين دول، يعني أنت عايز المسافة دي. فهنا ده بيتحرك في اتجاه مايل، يعني كأني بقول وتر المثلث القائم اللي هو في المنظر ده كده. فأنا لو عايز أجيب المسافة الرأسية ده بينزل مسافة ف، فإحنا بنقول هنا المسافة الرأسية هتساوي ف زائد ف جاهه، ف اللي هو المسافة اللي نزلها كاف واحد زائد ف جاهه اللي هي المسافة الرأسية اللي طلعها كاف اتنين، يبقى كده هتبقى المسافة الرأسية ما ننساهاش ف في واحد زائد جاهه أو ف زائد ف جاهه. ف دي المسافة اللي احنا بنجيبها اللي اتحركتها المجموعة على بعضها. تاني حاجة بنجيبها اللي هي الضغط على البكرة، والضغط على البكرة ضغط بيساوي طبعا هنا الضغط متساوي، فإذا الضغط اللي هو الشد متساوي، فإذا الضغط ينصف الزاوية بينهم، فكده بيبقى الضغط هو محصلة الشدين، فممكن أقول بيساوي اتنين ش جتا ه على اتنين، دي حاجة لو عرفت الزاوية بين المستوى والرأسي. وممكن أقولها طبعا هنا ي الزاوية اللي ه اللي فوق دي بتكتمم الزاوية ه مجموعهم 90، يبقى جتا ي هي نفسها جا ه، فعشان كده قلنا جتا 90 ناقص ه اللي هي ي نفسها على 2، وكده أقدر أقول إن هنا الضاد هتساوي ممكن أجيب الشين قبل الجذر، يعني يبقى شكلها أظرف لأن أقول ش الجذر التربيعي ل2 زائد 2 جا ه. كده يبقى أنا حصلت على الضغط على البكرة، ودي الحاجات اللي بتطلب مننا في المسائل لما بيطلب مني مسألة من النوع دوت اللي هي جسمين أحدهما على مستوى مائل والآخر يتدلى رأسيا. تعالوا نشوف مع بعض كده مثال، والمثال ده هيشرح لنا بالظبط إيه اللي بيمر بيه الجسم على المستوى المائل والمستوى الرأسي. بيقول جسم كتلته 3 كيلو جرام موضوع عند أسفل نقطة في مستوى مائل أملس طوله 210 سنتي، يبقى طول المستوى 210 سنتي وارتفاعه 140، يتصل هذا الجسم بجسم آخر كتلته 4 بواسطة خيط طوله 210، بس منطبق على خط أكبر ميل الخيط نفسه
المستوى ويتدلى بالطرف الآخر جسم عند حافة المستوى العليا، وبدأت المجموعة حركتها من السكون. تعالوا نشوف شكل المسألة كده لو احنا رسمناها. بيقول لي هنا جسم موضوع على مستوى مائل اللي هو دوت بنسميه كاف 2، وهنا 3 كيلو جرام يعني دوت 3 موضوع على المستوى المائل، وطلع خيط يشده ويمر على بكرة ويتدلى جسم الآخر وزنه 4. طيب هنا عايزين نعرف حاجة، هل هنا هي أقدر أحكم المجموعة تتحرك في أنهي اتجاه؟ يعني هيتحرك الجسم رقم 3 دوت في اتجاه لأعلى ولا الأسفل؟ طبعا احنا هنا عشان نعرف ونتأكد يبقى لازم أقيس القوة بتاعت 4 دال أكبر ولا 3 دال جاهي. لو كانت 4 دال أكبر من 3 دال جاهي معناها إن الجسم هيتحرك في اتجاه 4 دال، يبقى كده المجموعة تتحرك على المستوى الأعلى ويتدلى رأسيا يتحرك لأسفل. فنشوف كده مع بعض، هنا بنقول 4 دال أكبر من 3 دال جاهي، لأن 3 جاهي الجا أقل من 1، فعشان كده بنقول 3 في كسر أقل من 1 تقل، وهنا في 4 دال، فكده طبيعي 4 دال أكبر من 3 دال جاهي. كده استنتجت أن اتجاه الحركة هيكون الجسم ده هيتحرك كده لأعلى المستوى والجسم ده هيتحرك رأسيا لأسفل. أبدأ معادلات الحركة بتاعتي وهنشوفهم هنا. نجيب الأول المعادلات اللي هي بتاعت 4 ج، يعني هنا الجسم طبعا حفظنا الجسم بيتحرك لأسفل، يبقى د 4 د ناقص ش بيساوي كف ج اللي هي 4 ج، يبقى دي أول معادلة. المعادلة التانية اللي هو على المستوى المائل، ش هو في اتجاه الحركة، يبقى ش ناقص 3 د ج بيساوي كف ج اللي هي 3 ج، اللي هو 3 ج بيساوي ش ناقص 3 د ج. بعمل إيه في المعادلتين؟ تمام، بجمع المعادلتين عشان أطير الشد. أجيب الشد، أجيب أطير الشد وأجيب العجلة يعني، فعندك 4 و3 7، 7 ج بتساوي هنقول 4 د ناقص 3 د جاهي، فطبعا د دي عجلة الجاذبية الأرضية وأنا شغال بالمتر والكيلو جرام، يبقى دلوقتي 9.8، ناخدها عامل مشترك ونصفي المسألة بعد كده، يبقى ج هتساوي 2.8 متر على الثانية تربيع. هو كان طالب ايه؟ يبقى انا دلوقتي خلاص انا بدات المساله فعلا، ان انا جبت العجله بتاعت الحركه ودوت اكيد لازم نجيبها. فبدات المجموعه حركتها من السكون يبقى ينصف بصفر حتى وصلت الكتله الكبرى الى سطح الارض، يعني الكتله الكبيره دي اللي هي 4 هتوصل لسطح الارض واستقرت في حاله سكون، يعني دي هتقف هنا وتستقر في الحاله ديت. لما دي تستقر هنا هل هيبقى في شد في الحبل هنا؟ طبعا لا، هيكون الشد هنا خلاص، يبقى الحبل ده هيبتدي ايه؟ يرخي، لان ديت هتفضل تطلع او الحركه بتاعت الجسم اللي هو على المستوى ده. طبعا اول ما دي توصل الارض ده مش هينزل على طول، لا هو ماشي بسرعه، فلازم سرعته تقل تدريجيا الى ان تصل للصفر ثم يرجع تاني فيتشد الحبل مره اخرى. لكن هو مبدئيا اول ما دي توصل للارض في فتره هيمشي فيها الجزء الثلاثة دوت الجسم الثلاثة الاعلى بتقصير، يعني عجله تقصيريه، يبقى دي ناحيه تانية هنقدر نجيب فيها العجله بعد ما يستقر الجسم 4 دال على الأرض. طيب أوجد إيه؟ المسافة التي تتحركها الكتلة الصغرى اللي هي 3 على المستوى قبل أن تقف، بفرض أن حركتها لم تتأثر بتصادم الكتلة الكبرى مع الأرض، يعني حركتها ما تأثرتش بتصادم الكتلة الكبرى مع الأرض، يبقى في الحالة ديت هناخد بالنا إن هو هيفضل في نفس اتجاهه بس بتقصير. طيب جبنا كده العجلة، تعالوا نحسب سرعة وصول الجسم 4 كيلو جرام لسطح الأرض. نشوف كده هنحسب سرعته لسطح الأرض إزاي. لازم أجيب الأول السرعة عند وصوله لسطح الأرض، يعني أستخدم قانون، أنا عارف المسافة اللي مشيها لأن هو بيقول لي ارتفاعه 140 سنتي، يبقى ارتفاع المستوى 140 سنتي على سطح الأرض، يبقى دلوقتي أنا عرفت فين وعندي عن صفر بصفر، وجبت العجله من شويه اللي هي 2.8، يبقى اقدر اجيب السرعه النهائيه. يبقى اقول له عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف، يبقى عين تربيع هتساوي صفر اللي هي السرعه الابتدائيه، 2 في 2.8 اللي هي ج في 1.4 اللي هي النص هنا، هو مديها لك السرعه المسافه ب 140 سنتي، انت مش هتستخدم سنتي لانك شغال بالمتر، فهتحط عليها بعد رقمين عشان تحول من سنتي لمتر، بتقسم على 100، فكده هتجيب السرعة النهائية.
اللي هي عند قبل ما يلمس الارض مباشره. يعني اوعى تتخيل ان هو لما يلمس الارض سرعته بقت بصفر، لا احنا بنجيب قبل ما يلمس الارض مباشره. بعد كده عينها تساوي 2.8 متر على الثانيه. طيب شوف كده، بعد ما يوصل الجسم لسطح الارض يبقى كده خلاص وقف في الجسم اللي هو 4 ده. بعد ما يوصل لسطح الارض دوت هيفضل شغال او يطلع لفوق، فطبعا ليه معدلات حركه جديده. معدل الحركة الجديدة هنا طبعا مش هيبقى فيه عندي شد، يبقى الشد هنا هيتلغي. يبقى تقدر تروح للمعادلة الأصلية بتاعة الجسم التاني ده وتلغي الشد، فتلاقي نفسك بتقول أن معادلة الحركة بتاعة الجسم على المستوى المائل 3 جيم شرطة هتساوي سالب 3 د ج ه. يعني رحت للمعادلة الأصلية بس لغيت مين؟ لغيت الشد اللي هنا، فهيكون سالب 3 ج ه. بس بعد كده هنجيب جيم شرطة، شرطة اللي هي عجلة الجسم اللي على المستوى المائل بعد أن يصل الجسم الآخر إلى سطح الأرض هتساوي سالب 98 على 15 متر على الثانية تربيع. تمام، بعد كده أقدر أجيب سرعته، إن هو هيتوقف في الآخر صح؟ هو بيقول لي إيه؟ عايز المسافة التي يتحركها إلى أن يتوقف، بفرض أن قبل أن تقف، بفرض أن حركتها لم تتأثر. يبقى عايز المسافة قبل أن تقف، تقف يعني سرعتها النهائية بكام؟ بصفر. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان عين تربيع بتساوي عن صفر تربيع زائد 2 جيم ف، وفي الحاله ديت العين اللي انا عايزها اللي هي عين تربيع عين النهائيه هتكون بكام؟ هتكون بصفر. نشوف بعد كده، يبقى صفر يساوي عين ابتدائيه. انهي عين ابتدائيه؟ اللي هو وصل لها ساعه ما جسم 4 وصل لسطح الارض، هي نفسها سرعه المجموعه قبل ما يصل جسم 4 لسطح الأرض مباشرة، فبتكون 2.8 اللي احنا جبناها قبل كده. تربيع بتساوي 2 في أو سالب 2 في جيم، اللي هي الجيم بقى شرطة، اللي هنستخدم دلوقتي عجلة العجلة الجديدة اللي أنا جبتها، فهتكون سالب 2 في جيم اللي هي 98 على 15 في ف. يبقى كده هقدر أجيب المسافة اللي طلعها الجسم بعد ما التاني وصل لإيه؟ لسطح الأرض، بتكون فيه 6 متر. كده الكتلة 3 هتسكن لحظيا على بعد يعني هنا احنا بنقول 6.10 متر، مش كده؟ 6.10 متر، وانا عندي 1.4 قبل كده المسافة اللي هي مشيها، يبقى 6.10 و1.4، يبقى دلوقتي انا معايا كام؟ ادي 2، احنا كنا جبنا المسافة قبل كده. يبقى كده المسافة لما نجمعها مع بعضها هتبقى 3، الكتلة 3 جرام لحظيا على بعد مترين، اللي هي 6.10 زائد 1.4، يبقى مترين من قاعدة المستوى. يبقى دلوقتي جبت المسافة اللي قطعها الجسم على المستوى. هنا أنا عرفت منين ال 1.4؟ لأن هو قال لي الارتفاع أصلا بتاع المستوى 1.4، وكان الجسم 4 دوت عند البكرة بالظبط، فلما يوصل للأرض يبقى قطع 140 سنتي اللي هي 1.4. يبقى التاني برضه مشي 1.4 على المستوى. طب بعد ما التاني وقف على الأرض مشي 6.10، نجمعهم فيطلع مترين من قاعدة المستوى المائل إلى أعلى. خلي بالك المستوى طوله إيه؟ 2.10، يبقى هو كده ما وصلش للبكرة. يعني كان ممكن يسألني هل سيصل إلى البكرة أم لا. نشوف التمرين اللي بعده. هنا وضع جسم برضه كتلته كيلو جرام، كل ده تطبيقات على قانون نيوتن الثاني يا اولاد. خلي بالك، وضع جسم كتلته كيلو جرام واحد على مستوى ماء الخشن يميل على الافق بزاويه قياسها ه، حيث ج ه بيساوي نص، ومعامل الاحتكاك الديناميكي بين الجسم والمستوى. هنا بقى في خشونه، يعني الجسم خشن، ماء الخشن، فلازم يكون في معامل احتكاك حركي اللي بنسميه معامل الاحتكاك الديناميكي بين الجسم والمستوى، يساوي جذر 2 على 2. ربط الجسم بخيط ينطبق على خط أكبر ميل للمستوى، يمر على بكرة ملساء عند قمة المستوى، ويتدلى رأسيا حاملا في نهايته كتلة 3 كيلو جرام. طيب تعالوا نرسم كده ونشوف، أو نشوف الرسمة شكلها إيه. هنا الوصف اللي قدامي إن في جسم محطوط على المستوى، ده كتلته كيلو جرام واحد بس، يبقى هنا ده واحد
كيلو جرام، يبقى هنا دوت واحد. طيب بنقول هنا ان كتلته 1 كيلو جرام والتاني 3 كيلو جرام. عايز اعرف برضو نفس الكلام، عايز اعرف يا ترى هو اتجاه الحركة هيكون فين. يبقى هنا برضو نفس الكلام، نشوف لازم اقارن ما بين التلاتة دال وما بين الجزء التاني اللي هو دال جا ه. فبنقول هنا نشوف كده 3 دال او فعلا اكبر من دال جا ه، لان برضو هنا دي 3 في دال ودي دال في جا الزاوية، وجا الزاوية قلنا اقل من 1 يبقى بتقل، يبقى 3 دال اكبر، يبقى الحركة في اتجاه لأعلى. هنا بقى هحتاج رد الفعل العمودي. ليه؟ لأن أنا دلوقتي عندي عامل الاحتكاك موجود وفي احتكاك، رد الفعل العمودي هنا بيساوي إيه؟ بيساوي د جتا ه. طيب فهيساوي 8.89 اللي هي د في 2 جذر 2 على 3، وقلنا 9.8 مش 980 لأن أنا شغال بالكيلو جرام والمتر. كده الناتج 98 جذر 2 على 15. تمام. تشوف بقى معادلات الحركة. معادلات الحركة الجسم اللي هو الرأسي هيكون ايه؟ هيكون 3 د ناقص ش بيساوي 3 ج، او 3 ج بتساوي 3 د ناقص ش. طيب الجسم اللي هو على المستوى المائي هنا الاعلى ش، والاسفل فيه قوتين، قوة الاحتكاك الحركي وقوة مركبة الوزن. يبقى الاتنين مع بعض يبقى ش ناقص م كاف ر ناقص د جا ه بيساوي كاف في ج، او بيساوي الكتله في عجله الحركه. يبقى هنقول الثانيه ج بتساوي ش ناقص م كاف ر ناقص د جا ه. خلي بالك القوه في اتجاه الحركه ناقص القوه عكس اتجاه الحركه بيساوي كاف في ج. قلنا ج ليه؟ لان هو كتلته 1، فهقول 1 ج هي ج على طول. نجمع المعادلتين زي ما قلنا، هنطير الشد ونطلع العجل. يبقى ج بجمع المعادلتين يبقى عندي كام ج؟ 4 ج بتساوي 3 د ناقص م كاف ر ناقص د ج ه. نعوض عشان نجيب العجل. عوضنا عن د وعن معامل الاحتكاك الحركي اللي هو جذر 2 على 2 وعن رد الفعل العمودي اللي جبناه من شويه اللي هو 98 جذر 2 على 15. وكده وج ه جهه الزاويه هو مديها لي بثلث. يبقى كده انا جاهز اجيب العجله بتساوي 4.9 متر على الثانيه. ده الشد. اقدر اروح على اي معادله من اللي فوق اجيب الشد اللي هي المعادله الاولى والثانيه. انا مثلا عندي 3 ج، يبقى اقدر اعوض هنا في 3 ج بتساوي 3 د ناقص ش، يبقى الش بيساوي 3 د ناقص 3 ج، وعندي العجله. يبقى احسب الشد هيساوي 14.7 نيوتن. عايز الضغط على البكره فهيساوي ش، طبعا احنا قلنا ش جذر 2 او ش جذر 2 زائد 2 ج ه، وممكن اخد 2 بره تبقى جذر 2 بره عامل مشترك زي ما بيقول كده. هنا جذر 2 ش في جذر 1 زائد ج ه، ش ب 14.7 في جذر 2 في 1 زائد ج ه. ج ه اصلا بكام؟ بثلث. يبقى لو حسبناهم هيطلع 14.7 جذر 2 في 2 على جذر 3. يبقى كده الضغط هيساوي 49 جذر 6 على 5 نيوتن. تمام. هو قال لك كده خلاص احنا جبنا الضغط على البكره، جبنا الشد، جبنا العجله، ماشي. واذا هنا اهو، واذا بدات المجموعه حركتها من السكون يبقى انصفر بصفر، وبعد ان قطعت الكتله كاف 1 مشيت مسافه قد ايه؟ 1.8، يعني الكتله على المستوى مشيت 1.8 متر. قطع الخيط، قطع الخيط. خلي بالك أول ما يقطع الخيط لازم تجيب السرعة عندك لحظة قطع الخيط. السرعة دي هتتجاب إزاي؟ أنا عندي قوانين الحركة. يبقى عندي عين صفر بصفر، جبت العجلة اهي ب 4.9، وهنا عندك كمان مسافة هو قطعها ب 1.8، يبقى تقدر تجيب السرعة النهائية أو سرعة لحظة قطع الخيط. هنبدأ نجيب السرعة لحظة قطع الخيط. عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. كده لو عوضت على طول يبقى عين تربيع، عين صفر تربيع طبعا هنا بصفر، و2 في 4.9 في 1.8 نجيب الجذر، فتطلع العين بتساوي 4.2 متر على الثانيه. طيب قطع الخيط، الجسم المتحرك على المستوى المائي هيحصل له ايه؟ زي ما اتفقنا هو مش هينزل مباشره، لا هو هيتحرك تقصير بتقصير الى اعلى
إلى أن يصل إلى السرعة صفر ويبتدي يسكن لحظيا ثم يهبط مرة أخرى بفعل كتلة أو مركبة الوزن اللي هي الأسفل. طيب يبقى لما أجي أشتغل على معادلته بعد قطع الخيط، المعادلة اللي هي الأصلية اللي إحنا قلناها ديت اللي هي ورا ج بتساوي ش ناقص م ك، يبقى أنا هشيل بس الشد، يبقى هشيل هنا الشد، هيبقى ج هتساوي سالب م ك ر ناقص د ج ه. يبقى هنقول ك ج هتساوي سالب م ك ر ناقص ك د ج ه. يبقى هنقول ج شرطة بتساوي سالب جذر 2 على 2 98 جذر 2 على 15 اللي هي من كاف في ر ناقص 1 في 9.8 في طول. يبقى جيم شرط عندي هتبقى سالب 9.8. كده جبت العجلة بتاعت الجسم اللي على المستوى بعد قطع الخيط. هو عايز يقول لي هو مشي مسافة قد ايه؟ طب انت جبت العجلة، يبقى كده السرعة النهائية عندك هتبقى بصفر. يبقى تقدر برضو تستخدم نفس القانون اللي هو عين تربيع بيساوي عن صفر تربيع ده، وبعدين تقول السرعة النهائية بصفر، يبقى انت السرعة الابتدائية عندك هي اخر سرعة انت وصلت لها اللي هي السرعة اللي احنا طلعناها في الاول خالص اللي هي 2.42. وبعد كده هقول المسافة، هقدر اجيب المسافة. يبقى هنقول هنا عين تربيع بيساوي عن صفر تربيع زائد 2 جنيه فيه، يعني صفر يساوي 4.2 تربيع ناقص 2 في 9.8 في، وقلنا ليه ناقص عشان ده هتقصير اهو. طيب يبقى هقدر احسب المسافه هنا، فالمسافه هنا هتبقى 9 متر. ما تنساش ان هو كان ماشي قبل كده كام، 1.8 متر. يبقى كده يبقى هو مشي على طول، تبقى كام مجموع 1.8 زائد 9، يبقى 2.7 متر. تعالوا نشوف تمرين. التمرين بيكلمني برضو عن مستوى مائل، هنحله مع بعض. مستوى مائل أملس يميل على الأفق بزاوية جبهة 2 على 3. وكده أنا أقدر إن أنا يعني طبعا هنا استخدام كلمة جبهة 2 على 3 دي يعني تقدر تساعد نفسك عشان تعرف تجيب الجتا والجهة، فترسم مثلث صغير كده وتسمي دي زاوية ه وجبهة 2 على 3. أقدر أحسب يبقى تربيع ده ناقص تربيع دوت، يبقى 9 ناقص 4 5، يبقى جذر 5. يبقى أنا كده عرفت من مثلث الجا والجتا بتاع الزاوية اللي بيميل بيها المستوى المائل على الأفق، وضع عليه جسم كتلته 210، مستوى مائل يميل على الأفق بزاوية ه، وضع عليه جسم كتلته 210 وربط بخيط خفيف يمر على بكرة مرساة عند حافة المستوى عند قمة المستوى، هنا بكرة، ونزل منه في طرفه الآخر كفة ميزان. كفة الميزان دي بيقول لي كفة الميزان كتلتها 70، يعني دي كتلتها 70، كتلتها 70 جرام. طيب وعليها جسم كتلته 210، يبقى برضه حط هنا جسم كتلته قد ايه؟ 210. إذا بدأت المجموعة حركتها من الثقوب يبقى عين صفر بصفر، فأوجد الشد في الخيط والضغط على الكفة مش البكرة، والضغط على الكفة مقدرين بوحدة ثقل جرام. خلاص يبقى انا هشتغل بالوحدات الصغيره. واذا وضعت الجسم خلاص تعالوا نشوف الاول هنعمل ايه. هنا هنبتدي نشوف اتجاه الحركه فين. فانا لو كده حسبت الكتله بتاعه الكفه مع كتله الجسم اللي على الكفه فيبقى 210 زائد 70 فيبقى 280. فانا هحسب كده 280 في 9.8، وبرضو احسب اللي هي القوه المؤثره الناحيه. احنا قلنا المستوى املس، يبقى هنا مفيش عندي غير كف د ج ه، يعني هنا 210 في 980 في ج اللي هي 2 على 3. طيب يعني انت هنا هتقول 210 280 د اكيد اكبر من 210 د ج ه. يبقى كده اتجاه الحركة فين؟
اتجاه الحركة في الكتلة اللي هي 280، يعني كده لأسفل، ودوت يتحرك لأعلى. تمام، هنا في الشد لأعلى، وهنا في الشد برضو لأعلى. تعالوا نجيب معادلات الحركة. معادلة الحركة بتاعة الجسم الأولاني هنقول 280 في 980 ناقص شين بتساوي كاف، اللي هي 280 في ج، دي معادلة واحد. الجسم التاني اللي على المستوى هنقول شين ناقص 210 في 980 في 2 على 3 بتساوي 210 ج. تعالوا ناخد خط ونجمع المعادلتين، يعني أقول له بالجمع، يبقى ده معناه إن الشد راح مع الشد، والناتج اللي باقي هيبقى 280 زائد 210 ج، فأقول عليها 490 ج، هتساوي، هنجمع الأرقام اللي هي 280 في 980 ناقص 210 في 980 في 2 على 3، فالناتج هيطلع معايا 127,000. 137,000 و200. طبعا هنا شغال بالداين كده، يعني ده شغل داين. طيب ليه دي شغلات وحدات صغيرة؟ يبقى العجلة هتساوي، هقسم على 490، يبقى العجلة هتطلع 137,200 على 490، هنقسمها بالآلة هتطلع معانا 280 سنتي، سنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى انا كده جبت العجله، ما انساهاش بقى خلاص. يبقى انا عرفت ان العجله دلوقتي 280 سنتيمتر على الثانيه تربيع، دي عجله المجموع. طيب احسب الشد، ممكن ارجع للمعادله اللي هي مثلا دي او دي، مفيش مشكله، ونحسب الشد. في الشد هيطلع معانا الشد هيساوي 210 في 280 ناقص زائد 210 في 980 في 2 على 3، يبقى اقدر احسب الشد، فالشد هيساوي 490 في 280 زائد 210، تبقى 70 في 240، يعني 140 في 980، الناتج هيطلع، احسب معايا، هيطلع 196,000 داين. كده حسبنا الشد، ناقصني ان انا احسب هنا لو انا عايز احسب الشد بقى بالسوق جرام، يبقى اروح اقسم على 980، فلاقي ان الشد هيطلع معايا شين، هتساوي اقسم على 980 فيطلع 200 سوق جرام. كده جبت الشد. تعالوا نشوف بقى، هو مش عايز طبعا، عايز الضغط على الكف. طب ماشي، تعالوا نشوف بالنسبة للكتلة بقى اللي قدام اللي هي 210 اللي هي موجودة على الكف بقى، احنا عايزين نحسب الضغط على الكف، يبقى لازم اروح للكتلة اللي هي موجودة على الكف. هي دي ضغط على الكف 210، مش كده؟ طيب يبقى هقول كده 210، يعني هو برضه اتجاه لتحت، يبقى 210، احسب بس بالنسبة ل 210، خلي بالك 210 في 980 ناقص رد الفعل بتاعها على الكفة بيساوي 210 اللي هو كف جيم في عجلة الحركة اللي هي 280. يبقى أنا دلوقتي أخدت هنا، فاكر حركة الأسانسير أو حركة المصعد، هو بيضغط على أرضية المصعد كده زي بالظبط ما بيضغط على الكفة هنا، فالضغط قصاده رد فعل، يبقى 210 الضغط الأسفل 210 في 980 ناقص ر اللي هو رد الفعل، ليه؟ لأن اتجاه الحركة الأسفل، يبقى بيساوي كاف في ج، ومن هنا أقدر أحسب رد فعل الكفة أو الضغط على الكفة بيساوي، احسب ودي ده الناحية التانية، أو يعني مجموعهم الاتنين هتبقى 210 في 980 ناقص 210 في 280، فالناتج هيطلع 147,000 داي. يبقى ريه هتساوي، اقسم بقى على 980، يبقى ريه هتساوي 150 سكر جرام.
كده جبت رد الفعل او يعني اللي هو الضغط على الكفة. هو قال لي بعد كده: واذا ابعد الجسم من الكفة بعد 7 ثواني، يعني 210 دي شلتها من الكفة بس بعد 7 ثواني من بدء الحركة، فأثبت أن المجموعة تسكن لحظيا لحظيا بعد مضي 8 ثواني أخرى. بعد ما أشيل بقى الجسم زي بالظبط ما قطع الخيط، زي ما دوت يوصل للأرض برضه هي بيتغير الحركة. يبقى أول حاجة على طول بنجيبها بنجيب إيه؟ بنجيب السرعة النهائية عند قطع الخيط أو عند إزالة الوزن أو عند ملامسة الجسم المتدلي للأرض أيهما. فأنا هجيب السرعة بناء على إن عندي العجلة وعندي الزمن وعندي السرعة الابتدائية. يبقى عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. يبقى أقول له عين اللي أنت عايزها هتساوي عين الابتدائية بصفر زائد العجلة اللي هي 280 في 7، هيطلع معايا السرعة لحظة قطع لحظة إبعاد الجسم هتساوي 1960 داين. يبقى أنا كده قدرت أجيب السرعة عند بالظبط إزالة الجسم من الكفة. شيل الجسم من الكفة هتتغير المعادلات، يعني هنرجع تاني للمعادلات بس هشيل الجسم، بدل ما تبقى 280 لا دي هتبقى 70. يبقى هيبقى عندك 70، معدل الحركة هتبقى 70 في 980 ناقص ش بتساوي 70 ج. طيب بعد كده هنقول بس هنا ج جديدة بقى، يعني هي ج مختلفة اللي هي ج شرطة عند قطع الايه؟ عند إزالة الجسم من الكفة. طيب المعادلة التانية بتاعت الجسم الآخر هيبقى ش ناقص 210 في 980 في 2 على 3 زي ما هي، مش هيحصل حاجة لأن ديت أنا مغيرتش فيها حاجة، بتساوي 210 ج شرطة. كده أقدر برضه بطريقة الجمع برضه هجمعها تيار الشد وأحصل على العجلة الإيه الجديدة. يبقى انا كده هقدر احصل على العجله الجديده، هيبقى عندي كل دوت لما طير الشد مجموع دول ده ناقص دوت هيطلع معايا سالب، لازم تطلع سالبه 686 تساوي 280، لان خلاص دلوقتي 70 زائد 210 280، 280 جيم شرطه. يبقى كده قدرت احسب جيم شرطه. جيم شرطه هتبقى هنقسم بقى اللي هو ايه 280 على، يبقى جيم شرطة هتساوي سالب 245 سنتيمتر على الثانية تربيع. تمام كده، كده جبت عجلة الجسم اللي هو فوق دوت لما شلت، أو عجلة الحركة الجديدة، لا هو الاتنين مع بعض فعلا عجلة الحركة الجديدة. طيب هو طالب ايه؟ بيقول لي إذا أبعد أثبت أن المجموعة تسكن، يبقى عندها إيه بصفر بعد مضي 8 ثواني، يبقى هو مديني الزمن والسرعة نهائية. يبقى كده أقدر أستخدم نفس القانون اللي فات وأقول له عين بتساوي عين صفر زائد ج نون الجديدة، فبنقول هنا عين اللي هي بصفر النهائية لأنه قال لي تسكن تساوي عين صفر، أيوه ساعة ما شلت الجسم كانت السرعة وصلت 1960 زائد جيم اللي هي الجديدة بقى اللي هي سالب 245 في نون اللي أنا عايز أشوفه بقى هيسكن إمتى. يبقى هنا لو حسبناها يبقى هو 1960 بالسالب وأقسم على سالب 245، فهيطلع كده الزمن هيساوي 8 ثواني. وأنا كده أثبتت له فعلا إن هو هيسكن لحظيا بعد مرور 8 ثواني من إزالة الجسم اللي هو فوق الكفة. ونشوف تمرين تاني. التمرين التاني بيقول لي جسم كتلته كيلو جرام واحد موضوع على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية قياسها ه حيث جا ه. عرفنا بقى الرسم شكلها ايه، هنرسم بقى طبعا هنا المستوى المائل واللي بيميل بزاوية ه والجسم الموضوع، والمرة دي المستوى خشن يميل على الأفق بزوايا حيث جا ه. يبقى برضو أقدر أساعد نفسي بإن أنا أعرف بالنسبة للزاوية ه الجا هنا 4 على 5، يبقى ده مجاور 3، يبقى عرفت جاوب ده. ه خشن يبقى لازم على طول أطلع رد الإيه الفعل العمود وأقول له هنا ده بيساوي كاف د جتا ه،
وهنا طبعا عندي كاف دال ج ه، وبرضو قال لي ان هو ربط بخيط يمر على بكرة ملساء يتدلى في قمة المستوى حيث دل من الطرف الآخر للخيط كفة ميزان، نفس كفة الميزان عرفنا بقى الكلام، كفة الميزان اهي كتلتها 400، يبقى كتلة كفة الميزان 400، موضوع بها كتلة مقدارها 100، يبقى هنا محطة انا كتلة مقدارها كام؟ 100. فإذا كان معامل الاحتكاك يبقى هنا معامل الاحتكاك من كاف بقى، لأن احنا عرفنا ان هو يبقى معامل احتكاك حركي بين الجسم ومستوى يساوي تلتا، وتركت المجموعة للحركة من سكون يبقى عند صفر بصفر، والخيط منطبق على خط أكبر ميل للمستوى، فأوجد ضغط الكتلة على الكفة، يبقى هي زي اللي فاتت. وإذا وضعت، تعال نروح الأول لحد ما نوصل لضغط الكتلة على الكفة، بالظبط كده احنا هنقول نفس القصة. أنا عندي هنا الكتلة كلها، أنا عندي دي 100 ودي 400، يبقى لو اشتغلت بقى بالكيلو جرام يبقى هنقول إيه الكتلة اللي على الموضوع على الجسم على المستوى ديت 1 كيلو جرام. طب نحول التنين لكيلو فهيبقى 500 جرام، يعني 5 من 10 دال أكبر من أكيد 1 في ج في دال جه، يبقى نص دال، وهنا دال جه الجه عندي بأربعة على خمسة، يبقى هنا هي تبقى نص أكبر، ولا ده هتبقى نص أصغر؟ نص أصغر من 4 على 5، يبقى هنا ضحك علينا. خلي بالك هنا من اتجاه الحركة، يبقى اتجاه الحركة عندي أعدده من الحكاية اللي بنقولها اللي هي أقارن بين وزن الجسم المتدلي وزن الجسم اللي هو على المستوى، فلقيت كده إن الجسم على المستوى ده بأكبر منه، يبقى الكتلة 1 أكبر في اتجاهها، هتكون الحركة في اتجاهها هتتحرك لأسفل، يعني الحركة هنا عكس اللي فاتت هتتحرك لأسفل، وده هيتحرك لإيه؟ لأعلى. طبعا أنا عندي هنا في شد وهنا في برضه شد، يبقى هقدر أقول إن معادلات الحركة هنا هتفرق معانا جدا جدا جدا. خلي بالك معادلة الحركة الجسم على المستوى المائل فهتساوي كاف اللي هي 1 في دال 9.8 في جاه اللي هو في 4 على 5 ناقص شد، الشد بقى الأعلى كمان ناقص مين؟ مع قوة الاحتكاك الحركي اللي هي هتبقى تلت اللي هو معامل الاحتكاك في هنا. طبعا أكون جبت الره، خلي بالك هنا رد الفعل كان لازم أكون جبته، رد الفعل هنا هيساوي كاف ده اللي هو 1 في 9.8 في جتا الزاوية اللي هو 3 على 5، يبقى كده اهو التلت في 1 في اللي هو ره يعني من كاف ره في 9.8 في 3 على 5، ده كله هيساوي كاف في جيم يعني 1 جيم يعني جيم. طيب دي معادلة، المعادلة التانية بتاعت الجسم المتدلي هيبقى شين لأن هو الأعلى ناقص 5 من 10 في 9.8 هتساوي 5 من 10 جيم. المعادلتين دول برضو لو جمعتهم هيروح الشد مع الشد هنا، ويبقى لك 1 في 9.8 في 4 على 5 ناقص تلت في 1 في 9.8 في 3 على 5 ناقص كمان 5 من 10، يبقى كده بالجمع هقدر أحسب جيم جيم، وطبعا بقسم على المجموع لواحد ونص دوت، فهتطلع الناتج 49 على 75. سيبها كده علشان ما ايه ما تضيعش ارقام في العلامات العشريه، متر على الثانيه تقريبا. يبقى انا كده حسبت عجله الحركه. خلي بالك هو كان عايز يحسب الضغط، فلازم اروح احسب له مين؟ الشد او الضغط بيساوي رد هنا بقى تعالوا نشوف هو الضغط على الكفه. انت جبت عجله الحركه، يبقى الضغط على الكفه هو رد الايه؟ الفعل. فانت لو جيت حسبت كده الرد الفعل الاعلى وهنا الوزن الاسفل، وزن مين؟ اللي هو الواحد ده اللي هو ال 100 جرام، يعني اللي هو 1 من 10. يبقى دلوقتي لو جيت تحسب الضغط هيبقى ر ناقص 1 من 10، يبقى ر الاعلى اللي هو رد الفعل او الضغط ناقص 1 من 10 وزن القيمه اللي على الكفه في 9.8
هيساوي كف ج اللي هو 1/10 في ج اللي هي 49 على 75. كده أقدر أحسب رد الفعل اللي هيطلع معايا 392، يعني 392 على 375 دوت بالإيه؟ بالنيوتن. تمام، جبته بالنيوتن، هو ما كانش طالب مني حاجة معينة فهسيبه بالنيوتن عادي. طيب قال لك بعد كده، وإذا وضعت بالكفة كتلة أخرى مقدارها 100 بعد ثانية واحدة، يعني بعد ثانية من الحركة هو طالع لفوق، حطيت 100 على الكفة فبقوا 200 من بدء الحركة، فأوجد الضغط على الكفة عندئذ والمسافة التي تتحركها المجموعة في الثواني الثلاثة التالية. يعني بعد كده أنا عايز الضغط على الكفة والمسافة اللي هتحركها المجموعة بعد في ال3 ثواني المقبلة. طيب بعد ثانية واحدة يبقى لازم قلنا إيه، نجيب السرعة، يبقى عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون، لأن هو إيه اللي زني، يبقى عين هتساوي صفر زائد جيم اللي هي 49 على 75 في نون اللي هو الزمن ثانية واحدة، يبقى الكلام ده هيساوي هو 49 على 75 متر على الثانية، يبقى السرعة زي العجلة كده تزيد المتر على الثانية. طيب هضيف بقى كتلة قد إيه؟ 100 جرام، يبقى أنا هضيف كتلة 1/10 كيلو جرام لكفة الميزان. هنغير المعادلات، يبقى أول ما أضيف الكتلة أغير المعادلات. طب ماشي، يبقى هنقول هنا المعادلة بتاعت الجسم اللي على المستوى مش هتتغير، هتبقى زي ما هي اللي هي 1 في 9.8 في 4/5 ناقص ش ناقص تلت في الكتلة 1 في 9.8 في 3/5، مغيرتش حاجة، بيساوي 1 ج، يعني ج بس نسميها ج ايه؟ ج شرط، عشان في مجموعة في عجلة تانية. يعني المعادلة التانية بقى هي تختلف، هيبقى هنا ش ناقص 1/10 و1/10 فهيبقى 2/10. هو أضيفت 100 جرام، 100 جرام و100 جرام يبقى 200 جرام، يعني 2/10 كيلو جرام في 9.8، بس في عندي 2/10 ويبقى 6 بقى المرة دي، لأن 2 و4 يبقى 6/10 في 9.8 تساوي الكتلة كلها على بعضها 6/10 ج شرط. تعالوا بقى ناخد ده كده ونشيل الشد مع الشد، وهيبقى لي جيم شرطة، يبقى برضه زي ما نجمع ونطرح ونعمل، فهنلاقي جيم شرطة بتساوي معاك كام؟ جيم شرطة بتساوي صفر. لاحظ إن المجموع دول هم كلهم ده ناقص ده ناقص ده يطلع صفر، يبقى جيم شرطة بصفر. يبقى إذن الحركة بسرعة منتظمة. إيه بسرعة منتظمة ليه؟ لأن العجلة بتساوي صفر، يبقى زي حسب قانون نيوتن الأول، إذا كانت العجلة بصفر يبقى هنا السرعة منتظمة، وهتساوي آخر سرعة وصلها اللي هي 49 على كام؟ على 75. طيب ساعتها بقى الضغط هيساوي، أما هو كده ساعتها الضغط هيساوي إيه؟ هيساوي الوزن، يبقى الضغط على الكفة ساعتها هيساوي وزن ما وضع على الكفة بالظبط، يبقى 2/10 في 9.8، يبقى هيساوي 1.96 نيوتن. تمام، وبعد كده عايز المسافة اللي بتتحركها المجموعة في ال3 ثواني، يبقى عايزين المسافة كده اللي بتتحركها المجموعة في ال3 ثواني، يبقى أقدر أحسبها، هتساوي فيه يعني هتساوي 3 في 49 على 75. الله، ليه؟ لأن المسافة بتساوي السرعة في الزمن. ليه؟ لأن أنا ماشي بسرعة منتظمة، فتطلع 1.96 متر. التمرين بعد كده ده تمرين سريع شوية، بيقول لي الشكل المقابل الجسم 3 كيلو جرام موضوع على المستوى المائل والأملس ومتصل بخيط بالجسم 4 كيلو جرام متدلي، يعني هنا في 3 كيلو جرام عشان هو 3 ده تحت اهو، يبقى وزع انا بقى، يبقى هنا 3 يبقى 3 جتا 30، يبقى هتبقى 3 جتا يبقى 3 على 2 جذر 3، وهنا دي 3 جتا 30 يبقى 3 على
اتنين في، هو شغال بإيه؟ بالكيلوجرام، يبقى في 9.8، وهنا في 9.8. هنا في شد وهنا في شد، تمام. فهو بيقول لي هنا عجلة المجموعة، طبعا طبيعي انتوا عارفين المعادلات طبعا سهلة أو سريعة. يبقى هنا عجلة المجموعة، هو أنا عرفت الأول يبقى في هنا 4 دال، وفي هنا 3 على 2 في 9.8 دال، فدي 4 و3 على 2، أو 3 4 أكبر من 3 على 2، يبقى اتجاه الحركة الأسفل، تمام. يبقى كده فهمت، وهو حتى محددهولي. يبقى هقول له إذا 4 في 9.8 ناقص شين هتساوي 4 جيم. طب هنا برضو المعادلة التانية، شين ناقص بتاعت الجسم اللي على المستوى، 3 على 2 في 9.8 بتساوي 3 بتساوي 3 جيم. شيل الشين مع الشين، 4 ناقص 1.5 فهتبقى 2.5، يبقى 5 على 2 في 9.8 هتساوي 3 4 7 جيم. يبقى جيم هتساوي 2.5 في 9.8 على 7. تعالوا نحسبها، يبقى هنقول كده 2.5 في 9.8 بتساوي على 7، تطلع معانا 3.5 متر على الثانية تربيع. نروح نقول له ده 3.5. طيب الشد في الخيط، ارجع حط الجيم في المعادلة مثلا التانية، يبقى الشد هيساوي 3 في 3.5 زائد 1.5 في 9.8، وهو عايزه بالنيوتن يعني متغيرش حاجة، يعني 3 في 3.5 زائد 1.5 في 9.8. الناتج هيساوي 25.2، يعني هنا هيطلع معايا 25.2 نيوتن، يبقى 25.2 نيوتن. الضغط على البكرة، طبعا عارفين هنا الضغط على البكرة ضاد هيساوي شين جذر 2 زائد 2 جا ايه، يبقى هيساوي شين اللي هي احنا جبناها 25.2 في جذر 2 زائد 2 في جا ايه اللي هي جا 30.5، يبقى دي راحت مع دي، يبقى بواحد، يبقى هيساوي 25.2 جذر 3، وده هيساوي 25.2 جذر 3 نيوتن. ممكن كده نشوف آخر مسألة كده مع بعض. هنا مسألة سهلة بسيطة بس هي شكلها كويس، يعني هقول في الشكل المقابل كتلتان كل منهما 40 جرام و30 جرام مربوطتان في نهايتي خيط خفيف يمر على بكرة صغيرة ملساة مثبتة عند قمة مستويين أملاسين، 30 30، بس دي 40 ودي 30. في الحالة دي أنا أقدر أجيب معادلات الحركة لكل جسم على حدة. طبعا هنا عندي الشد لأعلى، وهنا برضو الشد لأعلى، والشد متساوي في الطرفين. أما هنا عندي في اللي هو المستويين أملاسين، كل اللي عندك هنا اللي هي إيه 40 في 9.8 في ج الزاوية اهي، وهنا برضو نفس الكلام 40 في 9.8 في ج 30 في 9.8 في ج الزاوية اهي. يبقى أقدر أقول إن معادلة دوت هيكون المعادلات الحركة، معادلة الأربعين هتبقى 40 في، طبعا الاتجاه اتجاه 40، يبقى 40 في 9.8 أو 980 شغالين احنا بالجرام، في ج 30 ناقص شين بتساوي 40 جيم. معادلة التلاتين فهتبقى شين ناقص 30 في 9.980 في ج برضو 30 هتساوي 30 جيم. أجمعهم
يبقى الشين هتروح مع الشين، فيتبقى معاك 70 جيم هتساوي 40 في تسعة في جاي يعني في نص، يبقى 20 في 980، وهنا ناقص 15 في 980 يبقى 5 في 980 هيطلع معاك 4900. يبقى هنا الجيم هتساوي 70 سنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى انا كده جبت عجلة الحركة. خدت بالكم انا ما كملتش المسألة، بس هو احنا جبنا العجلة علشان نقدر نكمل. يعني هبط المجموعة في حالة الزنة عندما كان جسمنا على خط أفقي واحد وجزء الخيط مشدودين. إذا تركت المجموعة الحركة من السكون يبقى عند صفر بصفر أوجد عجلة الحركة. خلاص جبناها. عايز المسافة الرأسية بين الجسمين بعد ثانية واحدة من بدء الحركة. بعد ثانية واحدة يبقى لازم أحسب المسافة الأول لحركتها المجموعة بعد ثانية واحدة. يبقى أقول له طيب يبقى فيها هتساوي عند صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، لأن عندي الزمن، وابتدي أحسب المسافة المتحركها ولأن عندي الجيم وكله. فهنقول فيه بيساوي ان صفر بصفر زائد نص في 70 اللي هي العجلة في ثانية واحدة تربيع، فيكون الفه بتساوي 35. 35 ايه؟ سنتيمتر. تمام. انت عايز المسافة الرأسية، واحنا قلناها قبل كده المسافة الرأسية هتساوي ف 2 ف ج ه. يبقى زي ما ده طلع زي ما ده نزل، فبنقول بتساوي 2 ف ج ه، المسافة 2 في المسافة اللي احنا طلعناها اللي هي 35 في ج الزاوية اللي هي ج 30، فتطلع ج 30 بنص، فتطلع المسافة الرأسية 35 سنتي. يا رب نكون استفدنا ونشد حيلنا ونشتغل كده على تطبيقات قوانين نيوتن. إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي في حصة جديدة من حصة الديناميكا، ممكن نعمل مراجعة على الوحدة الثانية كلها، مسائل متنوعة، ونشوفكم على خير إن شاء الله. مع تحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.